بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي ليلة، والنهاردة سهرة مهمة جدا وسهرة طويلة بخصوص مباراة سان داونز والأهلي في ذهاب مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. حدث مهم، مباراة مهمة، مباراة في مشوار طويل، لكن مباراة لا تقل أهمية عن أي مباريات أخرى في الفترة الماضية. وبالتالي 90 دقيقة في بريتوريا في جنوب أفريقيا بالتأكيد هيكون لها دور مهم جدا في مباراة العودة ونتيجة مباراة العودة بعدها بأسبوع. إن بالطبع المباراتين لا نستطيع أن نفصل من بينهما أي شيء، لأن المباراتين يعتبر 180 دقيقة حاسمين بشكل كبير جدا لاستكمال المشوار والتواجد في مرحلة الدور نصف النهائي. أيضا مباريات الأهلي في الدوري العام والنتائج الرائعة التي تحققت خلال آخر 11 مباراة، فوز في 10 مباريات، تعادل مباراة الكلاسيكو أمام نادي الزمالك، وبالتالي نتائج إيجابية في المباريات المحلية ودفع معنوية للفريق في المباريات الإفريقية. وبالتالي للحديث عن كل هذه التفاصيل بينورني وبيشرفني في هذه الفقرة الحوارية الثالثة الكابتن حمادة مرزوق نجم النادي الأهلي الأسبق. والكابتن حمادة مرزوق، يمكن لو نسترجع الذكريات كده ونرجع حوالي 34 سنة، صاحب أول هدف في مباراة القمة، مباراة 3-2 عام 85، هذه المباراة الشهيرة اللي ظهر فيها جيل جديد من نجوم النادي الأهلي في هذه المباراة الكبيرة، مباراة القمة أمام نادي الزمالك. كابتن حمادة منورنا ومشرفنا في قناة النادي الأهلي. ربنا يبارك فيك، أنت دايما منور. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوقك. أولا عايز أتكلم عن مباراة الكلاسيكو، مباراة 85، ذكرياتك مع هذه المباراة إيه؟ وأول هدف ليك كان في هذه المباراة، هو اللي بدأ بقى الافتتاحة في هذه المباراة وكانت فيها نسبة تهديف عالية وانتهت 3-2، ولولا الإصابة كمان ما كنتش خرجت من المباراة أعتقد. بالظبط، الذاكرة تمام. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو ماتش الأهلي والزمالك 85 ده كان مليان ذكريات، لكن الذكرى الطيبة إن إحنا ياما خدنا أغلى بطولة، يعني كانت بطولة كأس مصر، كانت من البطولات الغالية جدا على النادي الأهلي وعلينا. برضو ذكريات الماتش بتقول ان كانت الظروف صعبه جدا، بنقابل نجوم الزمالك، نجوم كوار جدا، ما كانش حد يتوقع ان احنا نعمل النتيجه ديت. والاحسن كمان او الحاجه الطريفه ان احنا كملنا بنفس المجموعه، يمكن عملنا اضافه في الماتشات اللي بعد كده في اللي هو الدور قبل النهائي والدور النهائي، نفس المجموعه اللي لعبت، زائد كمان حاجه ان احنا كل المجموعه الصغيره هي اللي جابت الاهداف سواء في ماتش الاهلي والزمالك او الماتشات اللي بعد كده. لكن طبعا كان ماتش يعني خارج التوقعات بشكل كبير جدا، يعني عمل طفره كبيره في 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 حته المبادئ والاخلاقيات والحاجات دي كلها اللي هي دايما النادي الاهلي مشهور بيها. المباراه دي شهدت تالق نجوم يعني كبار في هذه المباراه، كابتن حمادة مرزوق، كابتن محمد عبد العزيز، كابتن بدر رجب، وسط ملعب كان وسط ملعب ناري، ومجموعه من الشباب عملوا حراك كبير جدا في هذه المباراه، مباراه شفنا فيها كميه جري ولياقه بدنيه على اعلى مستوى. يا كابتن حماده، دي حقيقه فعلا، احنا يعني يمكن الماتش ده كان عندنا حماس شديد جدا، ويمكن احنا يعني عملنا اعداد طيب خلال الفتره اللي قبل الماتش بتاع الاهلي والزمالك ده، وقدامنا لقطات اهي من هذه المباراه. تمام. وكمان اللي فرق معانا ان كان معانا الله يديله الصحه الكابتن حسن حمدي، وكان هو مشرف على الفرقه وكان عضو مجلس اداره، وما كانش بيسيبنا وكان بيدينا الثقه دايما، وكان بيتكلمنا كتير جدا ويقعد معانا، وكان الامر بسيط جدا بالنسبه له وبسط لنا الامر. فرق كتير جدا ان احنا برضو كان عندنا حب الانتماء وحبنا للنادي الاهلي، وكانت طبعا عندنا حماس شديد جدا جدا، فبالتالي يعني كل بنلعب نجوم كبار، عندنا الحماس الشديد، عندنا الرغبه في ان احنا نعمل حاجه. طبعا النتيجه ما كانتش متوقعه حقيقه، يعني ولا يعني اشد المتفائلين. الناحيه الثانيه في الزمالك كان في الكابتن فاروق جعفر والكابتن كوارشي، وكان في اسامي طارق يحيى، محمد حلمي، بدر رجب، سعيد الجدي، لا مجموعه كبيره جدا، محمد صلاح، يعني نجوم كبار جدا جدا يعني. وطبعا كان ماتش مليان اثاره، يعني كان مثير جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا دايما بنبدا التهديف يعني، وهم كان النادي الزمالك بيتعادل معانا. وحصل برضو كانت نقطه مهمه جدا ان الكابتن شوبير كان بدايته الحقيقيه في الماتش ده، لان هو الوحيد اللي لعب معانا من المجموعه الكبار من الفيرست تيم. وبعدين كمان هو صد ضربه جزاء بالظبط كده. فطبعا ده فرق معاه كتير جدا، حتى هو كل لقاء او اي كلام بيقوله دايما ان هو بيتذكر الماتش ده وعمره ما ينساه، لان كانت بدايته الحقيقيه فعلا. بعد 34 سنه، ايه اوجه المقارنه او الفرق ما بين كلاسيكو عام 85 وكلاسيكو 2019؟
لا كلاسيكو 2019 ده يمكن ما حصلش يعني خلال السنين الاخيره، لانه كان من يعني مش عايزين نقول من اقل اللقاءات فنيا. مظبوط. وده طبعا لظروف المطر وظروف الملعب وكل الكلام ده، طبعا يعني كلنا شفنا اللقاء، لكن دايما لقاءات الاهلي والزمالك دايما بيبقى فيها اثاره، بيبقى فيها متعه، ممكن في نهائيات معينه في وقت معين وفي سنين معينه ما كانش بالشكل الكويس او الشكل الفني العالي، لكن دايما بيبقى الاثاره هي الغالبه على اللقاءات ديت. اكيد. طيب واحنا بنتكلم بقى عن مباريات النادي الاهلي في التوقيت الحالي، المباراه الاخيره مباراه الاتحاد السكندري كانت مباراه عصيبه جدا، ويبدو ان ده الشكل النهائي لاخر مباريات الدوري، كلها هتبقى في نفس الاثاره بنفس القوه بنفس النديه، كل فريق بيحاول يفوز بنقطه وبتختلف الدوافع، الاهلي في الصداره بيحاول يقترب من المركز الاول، بيحاول يحقق البطوله والفوز باللقب، الاتحاد السكندري او حتى المباريات القادمه مباريات المقص او المباريات القادمه كل فريق بيحاول يقتنص نقطه هتفرق معاه في الجزء الاخير واخر 10 مباريات في الدوري. لكن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري شفتها ازاي كابتن حماده؟ والاصرار والروح حتى الدقيقه 90 للانتصار والثلاث نقاط ومباراه فنيه اجمالا، تعليقك عليها؟ هو تعليق بالنسبه لحته الاصرار والاراده دي موجوده في النادي الاهلي، ده مش جديده. تمام. دي حاجه دي موجوده من سنين طويله عند اي حد لبس فانيله النادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز الفت النظر ليها ان الماتش كان صعب جدا في وجود عدد كبير من اللعيبه كانوا لاول مره بيشتركوا، ومنهم لعيبه بقالها فتره طويله جدا، ويمكن انا ممكن اكون مختلف في حته الروتيشن بالظبط كده بالعدد ده مثلا انما ممكن يعني حد ادنى ممكن اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه اقصى حاجه. هو اكبر اخاك لبطل، يعني توقيت صعب والوقت ضيق جدا وعندك مباراه برضو في افريقيا مباراه مهمه جدا، وبرضو العناصر اللي نزلت عناصر خبره وكبيره، يعني هو عناصر خبره وكل حاجه، لكن برضو حته التجانس مطلوبه ومهمه جدا لاي فرقه. تمام. كون ان انا جازف ولعب سبع لعيبه منهم لعيبه بعاد جدا زي احمد فتحي، عنده خبره عاليه، عنده ممكن يرجع بسرعه، لكن هو الفتره الطويله اللي قاعد فيها ما ترجعوش بالشكل اللي هو ممكن مده قليله ويرجع تحس ان هو موجود. خبراته ما تسمحش انه يرجع بسرعه؟ لا خالص خالص. ملهاش علاقه؟ لا ملهاش علاقه، لانها فتره طويله جدا، فلازم، وهي فعلا اثرت عليه، مش احمد فتحي ده اللي احنا شايفينه، لكن طبعا او اللي احنا عارفينه، لكن طبعا هو يعني بيرجع وكل حاجه، لكن مش هو ده. انا برضو بقول ان النسبه كانت تبقى العكس، يعني احنا تقريبا حوالي 70% عناصر جديده بالظبط، كان ممكن يبقى ال 30% هي العناصر الجديده. بمعنى ان ممكن اقصى حاجه ثلاث لعيبه، وممكن خلال سير الماتش كنت ممكن اعمل التغيير ده، ولكن انا كانت في مجازفه جديده جدا، لكن طبعا اصرار والنادي الاهلي وحته الروح العاليه اللي هي موجوده اصلا وسمه اساسيه في لعيبه النادي الاهلي هي دي اللي فرق كتير جدا معنا. تمام. الثلاث نقاط مهمين في الانتصار المحلي والمشوار الافريقي ناحيه معنويه جدا جدا، لان طبعا كان مهم قوي ان انت وانت سايب الدوري بنفس النتائج اللي انت بتقول عليها لاخر لحظه انت كسبان، فبتروح معنويات عاليه، بتقدر تجيب جون في اي وقت، والاخر وقت ممكن يبقى عندك الهدف اللي انت مصمم عليه وبتنفذه فعلا، معنوياتك عاليه جدا. كان الامر هيبقى مختلف لو كان النادي الاهلي كان اتعادل، كان برضه الامر هيبقى مختلف، احساس ان انت بتبعد عن المنافسه في الدوري، لكن النادي الاهلي دايما بيفصل في حته ان انا خلصت الدوري خلاص، مجرد ان انا بطلع المطار بنسى كل حاجه قبل كده وابتدي اركز بالظبط كده، وده سمه اساسيه برضه موجوده في لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيكتسبها من الحاجات دي. طيب على مدار 90 يوم، وطبعا دي احصائيه بسيطه لان الاهلي ياما عدى اكتر من كده كمان بثلاث اضعاف في عدد المباريات بلا هزيمه، لكن منذ اخر خساره في 4 يناير والنهارده 4 ابريل الاهلي عامل نتائج متميزه جدا في 11 مباراه في الدوري العام، تعادل مباراه الزمالك لكن فاز ب 10 مباريات وبالتالي ارتقى والتواجد في المركز الاول قبل مباراه الزمالك وسموحه وحاليا في المركز الثاني. كيف ترى هذه الانتصارات المتتاليه وهذا الاداء الرائع في ظل كمان انك من ضمن 11 مباراه انت 6 مباريات كلين شيت لم يحرز في مرماك اي هدف؟ تمام. انا بص من حوالي بالظبط 3 شهور كنت موجود هنا في قناه الاهلي، وكان ايامها بيحصل الطفره بتاعه التعاقدات، وقلنا واتكلمنا قلنا ان التعاقدات دي هتفرق كتير جدا مع نتائج النادي الاهلي.
مع وجود الاستقرار، مع وجود مدرب اجنبي كان لسه ما جاش المدرب الجديد بتاع النادي، كل الكلام ده ادى انطباع شديد جدا وكبير جدا ان في استقرار، في لعيبه كبار جم عملوا اضافه كبيره جدا، فبالتالي النتائج اتحسنت بشكل كبير، الثقه ابتدت ترجع، كل الامور دي ساعدت على حته الاستقرار وحته شبه ثبات التشكيل اللي موجود. اي عنصر بيخش وابتدي يبقى ليه بصمه وليه تاثير بيبقى هو موجود. الصفقات اللي اتعملت صفقات مفيده جدا جدا وفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، فبالتالي قدر يحقق النتائج اللي يعني اللي هي ما بتتكررش كتير خلال الفتره الاخيره. طيب بالمقارنه بالصفقات انا برضو عايز اكد على جزئيه ان كانت في لعيبه كانت بعيده بسبب الاصابه ابتدت تتواجد في التشكيل الاساسي الفتره الاخيره وكانت موجوده في بدايه الموسم، واكبر دليل على ده لو ركزنا في التشكيله الاساسيه اللي بدات مباراه الكلاسيكو امام الزمالك، يمكن الزمالك استفاد بالصفقات يناير اكتر من الاهلي في التشكيله الاساسيه. يمكن الاهلي بدا باساسي واحد من الصفقات الجديده زي رمضان صبحي، لكن الزمالك كان استفاد بخالد بوطيب واحمد زيزو في التشكيله الاساسيه. فكره انا عايز اربط بس الصفقات الجديده مع عوده العناصر اللي كانت مصابه وبعيده لفتره طويله، ادى قوه ودفعه معنويه للفريق بنتائج متميزه في المشوار المحلي. لا طبعا كلامك مظبوط 100% بدليل ان انت في مجموعه من اللعيبه غابت فتره طويله وكانت لعيبه مؤثرة جدا. اجاييه، احمد فتحي، علي معلول، لا ما اللعيبه تقال ولعيبه ليهم وزنهم وليهم خبراتهم وليهم تاثيرهم في عدم وجودهم، فبالتالي دول رجعوا مع وجود الصفقات الجديده، كل ده عمل يعني طفره كبيره جدا في المستوى، اضاف قوه للفريق جدا. يعني النادي الاهلي بقى يعني انت بتلعب 11 ماتش بتكسب 10 ماتشات وبتتعادل الماتش اللي هو خارج عن اطار الفنيات وخارج اطار، يعني مش عايزين نتكلم فيها وما نقدرش نتكلم في فنيات او ان اللعيبه اثرت او الفرق، لان طبعا ظروف الماتش كانت مختلفه اختلاف كبير جدا. ممكن في ماتشات انت ما اديتش بنفس المستوى العالي، لكن بتقدر تكسب في اي وقت، وده المهم والاهم بالظبط. انت بتجمع اكبر قدر من الابناط، هو ده. انت كنت بعيد جدا، لو انت تفتكر من 3 شهور كنت انت فين ونادي الزمالك فين ومع نادي بيراميدز بعيد، فاشد المتفائلين ما كانش يقول ان انت ممكن توصل للدرجه ديت وتجمع اكبر قدر من الابناط بالشكل ده، فبالتالي ادى شكل كبير جدا للنادي الاهلي، ادى ثقه في ادائهم، واللعيبه كلها ابتدت في زي منافسات شديده جدا، لان انت في كل مركز هتلاقي فيه اكتر من لعيب، منافسه شديده، ولعيب بيجي بسعر عالي ولعيب عالي جدا قاعد بره، فبالتالي لازم اللي مش هيأدي بشكل قوي جدا مش هيبقى ليه وجود في الملعب. نجاح وذكاء من الجهاز الفني بقياده لاسارتي والجهاز المعاون معاه ان قدر خلال الفتره الوجيزه دي وهو كمان لسه جاي على الفريق، يعني يعتبر هو كمان صفقه جديده على الفريق كجهاز فني اجنبي مع النادي الاهلي، قدر يشتغل بسرعه ويحضر بسرعه وما خدش وقت انه يقدر ينسجم مع اللعيبه والتشكيلة الأساسية، وكسب وقت كتير أعتقد في انتصارات متتالية في توقيت كان حساس كان ممكن يحسم شكل الدوري لا قدر الله مبكرا. دي حقيقة فعلا، هو يمكن خبراته كان ليها دور كبير في أنه هو يبتدي يشوف العناصر ويحط إيده على العناصر المهمة واللي هتأثر على أداء الفريق، فبالتالي ابتدى يحط التشكيل بتاعه. الحاجة التانية اللي هي الأساسية واللي ساعدته بشكل كبير الصفقات وقيمة الصفقات وتقل اللعيبة اللي جت مع تقل اللعيبة اللي هي كانت مصابه زي ما قلنا من شويه ورجعوا من الفرقه، فكان برضو محظوظ ان المجموعه دي كلها هي كانت متواجده، يعني بمعنى ان انت دلوقتي عندك فوق ال 25 لعيب جاهزين وكلهم كل المستويات قريبه من بعض. بالظبط، فده فرق كتير جدا معاه، ده غير حتى المعارين اللي للانديه الاخرى. بالظبط، انت المعار نجم، يعني انا يعني في احمد حمدي ده يعني حقيقه هيرجع هيبقى زي ناصر ماهر، انا متاكد بيه ان شاء الله باذن الله هيرجع هيبقى ليه ادوار وليه دور زي ناصر ماهر بالظبط، بس هو الماتشات هتفرق معاه كتير، هتفرق كتير جدا معاه. احتكاك الماتشات والخبرات اللي هياخدها في الدوري من الفرق اللي هيشارك معاها هتساهم بشكل ايجابي لما يرجع للاهلي. بالظبط، ناصر ماهر قبل ما يروح اعاره لنادي سموحه هو ما كانش بالمستوى ده. فلما راح ولعب ماتشات، هو لعب السنه مع تقريبا بتروجيت ومع فريق سموحه،
فرقت معاه كتير جدا، راجع كانه لعيب عنده خبرات عاليه جدا. بالتالي احمد حمدي انا شايف ان هو عنده الامكانيات العاليه وعنده الخبرات اللي هو هيكتسبها خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها دي عشان يرجع تاني النادي الاهلي ويبتدي يفيد النادي بشكل كبير. وفي كذا اسم تاني، عمار حمدي، احمد ياسر ريان. لا ده عمار حمدي ده قصه تانية، ده عمار ده هيجي ان شاء الله يعني هيبقى ليه دور كبير جدا. احمد ياسر ريان برضه هيبقى ليه دور كبير جدا لانه ابتدى يعني امكانياته تظهر فعلا ان هو ياخد ماتشات، ولان اللعيبه دي خد بالك لعبهم في ظروف صعبه. يعني هم لعبوا مع النادي الاهلي في ظروف صعبه شويه، فبالتالي هم بيلعبوا دلوقتي باريحيه كبيره وبيكتسبوا الخبرات عشان يرجعوا ان شاء الله ويفيدوا النادي. اعتقد الرؤيه الفنيه دلوقتي لشكل جدول الدوري العام لو بيتكلموا كشكل فني، الشكل دلوقتي اختلف عن زمان. يعني البعض في البدايه كان بيتكلم انه منافسه ما بين نادي ونادي اخر، لكن دلوقتي اعتقد الرؤيه اختلفت في شكل المنافسه على الدوري دلوقتي بعد النتائج اللي اتحققت وترتيب فرق الدوري في المراكز الاولى حتى المركز الثالث او الرابع. الزمالك 57، الاهلي 55 نقطه، بيراميدز 51، وبعد كده بقى المصري والباقي الفرق بعيده شويه بحوالي 9 نقط، 42 نقطه بالظبط. هو يعني بص المنافسه هتبقى ثنائيه، يعني انا شايف من وجهه نظري هتبقى ما بين الاهلي والزمالك. كون ان موجود نادي بيراميدز على يعني على مسافه شويه، لكن هو صعب جدا انه يخش في ظل المنافسه اللي موجوده ما بين الاهلي والزمالك. يمكن حصل طفرات في بعض الفرق زي فرقه المصري في وقت من الاوقات كانت موجوده تقريبا في الديل بتاع الجدول بتاع الدوري الممتاز. بالتالي النادي المصري من الفرق اللي عملت طفره كبيره جدا في النتائج، وهي ونادي الاسماعيلي فبرضو ادى شكل كويس ليه. لكن طبعا هم مش مكانتهم دي، يعني مكانتهم اعلى بحيث ان هم يبقى في منافسه. النادي الاسماعيلي دايما السنين اللي فاتت كنا متعودين ان هو يبتدي ينافس على استحياء يعني مع فرقه الاهلي والزمالك، لكن هو طبعا لظروف معينه او تجديد او حاجات كتيره ممكن يكون فرقت معاه، لكن حصل طفرات كبيره مع بعض الانديه خلال الفتره الاخيره. واحنا بنتكلم عن الدوري واحنا دلوقتي في شهر ابريل، يعني الشهر الجاي خلاص هيكون الختام لشكل الموسم المحلي وكل التركيز هيكون في كاس الامم، لكن ناسيين كاس مصر. من وجهه نظرك او احساسك او توقعك الكاس ممكن يتلعب ولا ما يتلعبش؟ ولو هيتلعب من وجهه نظرك بعد كاس الامم هيبقى موجد ان يتلعب الكاس بعد كاس الامم ولا نلغي الكاس كرؤيه فنيه؟ وجهه نظرك الفنيه. والله انا شايف ان صعب جدا يتلعب الكاس دي حقيقه. ممكن يتلعب زي ما حصل قبل كده في سنين كتيره خلال الفترات اللي فاتت، اللي ممكن يتلعب مع بدايه الدوري، يتلعب مع بدايه الدوري هنتلخبط كده، هيبقى في لخبطه طبعا. كاس موسم الماضي واحنا بنلعب دوري الموسم الحالي بالظبط، وحصلت على فكره من كام سنه حصل ان احنا بدانا الكاس قبل ماتشات الدوري. كان فاكر كان فاينل الزمالك وسموحه على استاد الدفاع الجوي كان بيتلعب والدوري كان مستمر في اول اسابيعه في الدوري بالظبط كده. ده تقريبا دي السنه اللي انا قصدي عليها، فبالتالي صعب ان انت تلعب قبل البطوله. ويعني انا شايف انه ممكن يتحط الا اذا كان ليهم رؤيه ثانيه ان هو يتلغي البطوله دي على حسب بقى المواعيد وعلى حسب بقيه الماتشات بتاعه الدوري. تمام. وجهه نظرك الفنيه كابتن حماده في اداء لاسارتي او وجهه نظر لاسارتي الفنيه مع الاهلي؟ لا هو طبعا واضح ان في بصمه ليه، هو راجل ليه شخصيه، واضح ان هو عنده فكر. زي ما قلت بامانه اللي ساعده الصفقات اللي حصلت بوجوده، محظوظ ان رجوع بعض اللعيبه اللي مستواها عالي، كل الكلام ده برضو ساعد في ان هو تظهر امكانياته. خلال الفتره اللي جايه انا دايما برضو ما بحبش اتسرع في الحكم على المدربين، لكن هو واضح ان هو مدرب عنده خبرات عاليه بدليل ان هو يعني لم الدنيا كلها قدامه وشاف الانسب وشاف الاحسن في بعض الحاجات اللي بتحصل، لكن هي بتزيده خبرات وتزيده علم بالفرقه وخبايا الفرقه بشكل كويس. شايف ان هو هتفرق كتير جدا معاه لما يحقق بطوله، هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي ومع لاسارتي، بالذات ان كمان مع الكره المصريه محتاج كيمياء مختلفه. يعني حتى لو انت اشتغلت في اوروبا او اشتغلت في امريكا اللاتينيه او حتى في اسيا دوري الخليج العربي، لكن الكره المصريه دايما لها كيمياء مختلفه طبعا، مواعيدها، ترتيب مبارياتها، ملاعبها. هو المدرب الذكي اللي يقدر يشتغل في الظروف اللي موجود فيها الدوري المصري ويتاقلم عليها بسرعه ما يشتكيش. ويمكن شفنا نوعيه مستر جوزيه
هو نجح لانه عرف ان عرف وفهم بالظبط هنا في مصر، فهمها كويس قوي، فهم الجمهور وفهم اللعيبه وفهم الاداره وفهم كل حاجه، وابتدي يتعامل معاهم بذكاء شديد جدا. فبالتالي قدر يحقق البطولات اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت، وكان محظوظ ان كان معاه مجموعه من اللعيبه ما بتتكررش. مظبوط. فبالتالي حقق حاجات يعني كبيره جدا للنادي الاهلي. طيب العد التنازلي لمباراه سان داونز والاهلي لا حديث يعلو خلاص ابتداء من دلوقتي عن مباراه سان داونز، مباراه مهمه جدا، مباراه انا بعتبرها يعني انت في دور الثمانيه او ان شاء الله سيمي فاينل او فاينل، انت قد تواجه اخر ثلاثه انديه فازت بدوري ابطال افريقيا. يعني سان داونز هو الفائز باللقب عام 2016، الوداد البيضاوي المغربي عام 2017، الترجي التونسي البطوله الاخيره. فبالتالي مشوار صعب، وبدات صعوبته بمواجهه سان داونز في بريتوريا في جنوب افريقيا. رؤيتك الفنية لشكل بس المباراة من بعيد كده، بنخش من غير ما نخش في تفاصيل فنية تشكيلة الأهلي أو تشكيلة سان داونز أو مدى قوة فريق سان داونز في التوقيت الحالي، رؤيتك للمشوار أو رؤيتك للبداية مع سان داونز في البطولة الإفريقية إزاي يا كابتن حماد؟ هي بطولة صعبة، واللي بيقدر يوصل لدور الثمانية لازم يبقى على قد الصعوبة دي، وهيقدر يواجه الصعوبات اللي هتبقى موجودة. أنا شايف إن فرقة سان داونز من الفرق اللي بقى لها حوالي 4 سنين أو 5 سنين متواجدة على الساحة الأفريقية بشكل قوي جدا. مظبوط. وده إداله خبرات عالية، احنا ما كناش بنسمع على النادي ده، لكن وجوده في السنين الأخيرة اداته خبرات عالية جدا في التعامل مع الماتشات الأفريقية. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقول عليها إن الفرقة دي بتقدم كرة حلوة، يعني كرة أوروبية، كرة أوروبية. عن تقريبا معاهم مدرب هم مستقرين عليه بفتره طويله، يعني بقاله فتره طويله شغال، ففي استقرار فني بشكل كبير جدا وبيقدر يعمل نتائج كويسه. هو موسيماني نفس المدرب الحائز على اللقب عام 2016 مستمر حتى هذه اللحظه. بالظبط بالظبط. فواضح ان في استقرار فني في الفرقه، ليها شكل معين وليها نظام معين او طريقه معينه زي النادي الاهلي بالظبط. فبالتالي انا شايف ان المقابله صعبه جدا، لكن طبعا النادي الاهلي قادر على انه يتخطاها باذن واحد احد ان شاء الله. ودايما النادي الاهلي هو مع الكبار، بيشتغل مع الكبار، فالكبار اللي انت بتقول عليهم الانديه الكبيره سواء ترجي او سان داونز او كل الفرق دي موجوده، فالنادي الاهلي وسطهم ان شاء الله باذن الله يقدر يكمل ويحقق البطوله السنه دي ان شاء الله. طيب قبل الخوض في التفاصيل الفنيه والاحصائيات المتعلقه بسان داونز اللي هتبقى بالتاكيد جديده على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في الاستعداد لهذه المباراه، دي كانت وجهه نظر الكابتن حماده مرزوق عن فريق سان داونز والمباراه بشكل عام دون الخوض في التفاصيل الفنيه. لكن كاميرا قناه النادي الاهلي كانت في الشارع بتسمع لراي الجمهور وتوقعات الجمهور لهذه المباراة الهامة، مباراة يوم السبت إن شاء الله، مباراة سان داونز والأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. فريق سان داونز فريق قوي، وخصوصا في على ارضه وبين جمهوره، فاحنا لو طلعنا بنتيجه ايجابيه مثلا 1-1 او 0-0 حتى التعادل يكون في مصلحه الاهلي، على اساس لما يجي نقابلهم هنا نقدر نعوض، لان مع هيبقى في وسط جمهورنا وفي وسط ملاعبنا. لكن هو فريق شرس شرس على ارضه، ويجب ان احنا نعمل حسابه وما نستهونش به، لانه فريق فيه لعيبه على الطراز الاول، ويتمنى ان احنا نطلع باي نتيجه تكون يعني ما تكونش نتيجه ايجابيه، يعني مثلا نطلع اذا قدرنا نفوز نخطف جون يبقى افضل، ما قدرناش يبقى التعادل افضل بالنسبه لنا، على اساس لما يجوا هنا نقابلهم نقدر نعوض هنا. فرقه سان داونز في ارضها بتعرف تهاجم كويس جدا، يعني هي الميزه الوحيده ان هي في ارضها ان هي بتعرف تهاجم وعندها عناصر هجوميه عندها خطيره، بس ان شاء الله لعيبه الاهلي تبقى لعيبه الاهلي اكيد درسها كويس، ومستر رزارتي عامل حساباته وعارف ان ازاي المباراه هتبقى مهمه، وبالذات في ارض سان داونز جمهور طبعا كبير، بس ان شاء الله اللعيبه تبقى على قدر كبير من المسؤوليه. وانت كمان بتتكلم ان اللعيبه يعني في ضغط عليها مباريات، فعمليه ان انت تعمل تدوير للاعبين مش هتبقى صعبه شويه، فمستر رزارتي هيلعب بالعناصر الاساسيه اللي هي بيعتمد عليها في كل تشكيل سواء عنصرين او اثنين بحكم الظروف. يعني هو البدايه طبعا عشان فريق سان داونز لان هيبقى على ارضه فهيكون مستعجل الفوز، فهيبدا طبعا بتحرك شديد على اساس ان هو يبدا بالفوز او يبدا يقدم نقطه او يقدم في هدف،
وان شاء الله الاهلي بردك هيكون حريص ان هو بردك يسجل بدري عشان يستريح، على اساس ان المباراه تبقى في رتم مستريح بالنسبه للاهلي، وان شاء الله بس هو التشكيل ويكون اللعيبه بس تكون هاديه وتكون عندها ثقه في نفسها. وفريق الاهلي معروف ان هو في اي مكان افضل منه، حتى لو يكون في ارض ثانيه بيكون كويس جدا. البدايه طبعا سان داونز في ارضه هيبقى عايز طبعا يكسب نقط قدام يعني بطل افريقيا كذا موسم يعني، وبالنسبه له رهبه قدامه النادي الاهلي يعني فريق كبير، فهيبقى عايز برضه يعمل اداء كويس، هيبقى داخل متحمس جدا وقافل كل خطوطه، هيبقى ماتش صعب شويه، بس برضه نقدر ان احنا بخط الهجوم والدفاع بتاعنا والوسط ممكن يعني بشكله الاخير ده بقى كويس جدا ومستوى الفريق ارتفع جامد، ممكن بشكل الفريق ده نهدف ناخد جون في الاول كده في اول 10 20 دقيقه يريحنا، وممكن نخطف جون تاني، حتى لو جابوا هم جون احنا نبقى في السيف سايد نبقى اعلى في الاجوان يعني. اتوقع ان شاء الله ان النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه، طبعا يحافظ ان هو ما يخشش فيه اجوان نظرا ان الهدف بهدفين، باذن الله نقدر ان احنا نخطف هدف هناك، ده يسهل المأمورية هنا في مصر جدا علينا. طبعا بنعتمد تماما دلوقتي على الهجمات المرتده، ويخلي خط الدفاع ورا او يحافظ شويه على ان ما يقربش مننا هجمات خطيره اهداف تخش في الاول او في اخر الماتش. ان شاء الله انا يعني متوقع باذن الله ان الاهلي يخطف جون هناك، باذن الله يخطف جون هناك سهل موت هنا في مصر جدا يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، وبعد هذا التقرير الشيء اللافت للنظر، الكل اجمع على ان عدم تلقيك اي اهداف خارج ارضك وانك استطعت لو احرزت هدف هيفرق معاك كتير قوي في مباراه العوده، وده وعي جمهور النادي الاهلي عارف بالظبط فرقته محتاجه ايه في مباراه الذهاب، وايه الشيء اللي ممكن يساعدك ويأهلك وانت خارج مصر وتحديدا في بريتوريا قبل مباراه العوده بعدها باسبوع. كابتن حماده، تعليقك على راي الجمهور، الجمهور عارف ايه الهدف المطلوب من لعيبه الاهلي في هذه المباراه وايه المفروض يعملوه وازاي يحافظوا على نظافه الشباك عشان يساعدوا نفسهم في مباراه العوده؟ لا، الجمهور بيقول لك حلول كمان وحلول فنيه كمان. يعني هم خلاص في وعي زي ما حضرتك قلت، وان عندهم رؤيه وعندهم يعني عايشين مع فرقه النادي الاهلي. واضح ان فعلا الماتش يمكن عامل قلق شويه عند بعض الناس، لكن اللي بيزيل القلق ده ان فرقه النادي الاهلي بقت فرقه ثقيله، يعني بقاش زي الاول. يعني الحمد لله تقدر تحقق نتيجه كويسه، تقدر تحافظ على ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ما يجيش فينا حاجه، وعندك العناصر اللي تقدر تخطف في اي وقت من الاوقات في الماتش خلال ال 90 دقيقه ممكن تخطف. عندك مجموعه من اللعيبه عندهم يعني حاسه التهديف، سواء من نص الملعب او الناس اللي بتلعب في تلت الهجوم الاخير يعني. تمام. طيب بالنظر الى مباريات سان داونز في البطوله الافريقيه او تحديدا دوري المجموعات، في احصائيه متعلقه بعدد المباريات اللي خاضها هذا الفريق الجنوب افريقي ممكن نبني عليها رؤيه فنيه من الكابتن حماده مرزوق على شكل مباراه سان داونز مع النادي الاهلي. فريق سان داونز على ملعبه في الثلاث مباريات على ارضه فاز بالثلاث مباريات جميعها، احرز 8 اهداف، دخل مرمى هدفين، فاز 3-0 3-1 2-1، لكن خارج ارضه عنده مشكله فنيه، خسر المباراتين خارج ارضه امام لوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي، وتعادل مع اسيك ميموزا في ابيجان. نسبه الاستحواذ لفريق سان داونز على ملعبه تصل الى 61%، لكن خارج ملعبه بيفتقد الاستحواذ وتصل متوسط او نسبه متوسط الاستحواذ من 37 الى 42% في المباريات التي تقام خارج ملعب فريق سان داونز. كابتن حماده، هذه الاحصائيات يعني تبني وجهه نظرك الفنيه على هذا الفريق على ملعبه ازاي وخارج ملعبه شكله ايه؟ اولا هي الاحصائيه في صالحنا، في صالح النادي الاهلي. في صالح النادي الاهلي. في صالح النادي الاهلي. ما ننكرش ان هو على ارضه قوي جدا. وعنصر الارض عنده هي عنصر اساسي بيقدر يستفيد منه بشكل كبير جدا. لكن الحاجه الاقوى ان هو بيخسر سهل بره. بالظبط. تاني حاجه عنده ناحيه دفاعيه شويه يعني مش على نفس المستوى، يعني الخط الدفاعي بتاعه مش على نفس المستوى بتاع نص الملعب والفراودة. دخل مرمى 5 أهداف في دوري المجموعات. بالظبط كده، فسهل ان انت تجيب فيه جول. الحاجه اللي بعد كده ان انت دلوقتي هو لاعب فرق مش بقوه النادي الاهلي على ارضه. دلوقتي النادي الاهلي فيه حته تجانس، موجودين فيه ثقه في الاداء، عندك مجموعه من اللعيبه بتقدر توصل وتقدر تهدف، فبالتالي على ارضه مش هيبقى زي الماتشات اللي هو كسبها سهل. يعني النادي الاهلي سهل
ان هو يقدر يجيب فيه حاجه، وصعب ان انت تجيب في النادي الاهلي هدف بطريق، طبعا كل ده هيتحكم فيه حته طريقه اللعب والشغل اللي هيعمله ان شاء الله باذن الله المدرب، كل ده ممكن يبقى ان شاء الله في صالح النادي الاهلي. الشيء اللافت للنظر يا كابتن حماده ان الاهلي كان بيتميز مع لاسارتي بالاستحواذ، وده عكس المباريات الافريقيه اللي كانت موجوده مع باتريس كارتيرون، لكن انت هتلاعب منافس بيتميز بنفس النقطه اللي عندك، وهو على ملعبه نسبه الاستحواذ في عدد المباريات تصل ل 61%، يعني اعلى نسبه استحواذ كانت في مباريات في دور المجموعات كانت امام اسك ميموزا كانت حوالي 61%، ثم 52-59%. تمام. فبالتالي هتبقى المباراه هو بيستحوذ جيد جدا، والاهلي برضو خارج ملعبه بيعرف يلعب على قصه الاستحواذ، فشكل المباراه هيبقى ازاي بالنسب ديت؟ هو الاستحواذ ما يفرقش معايا كتير كمسؤول او كمدرب، مش فارق معايا، المشكله ان انا اقفل صح بحيث ان هما الاستحواذ ممكن يستحوذ بشكل كبير لكن ما يعملش عليه خطوره. يعني على ملعبه لو وصل الاستحواذ ليه 70% ماشي خطوره، انا ما عنديش مشكله خالص خالص، ما يفرقش معايا. هو اهم حاجه انه ما يجيش في الثلث الاخير الدفاع اللي عندي ويبتدي يعمل خطوره عليا، لكن هو ممكن يستحوذ في نص الملعب يمسك الكوره وينقل، وهو فرقه كوره على فكره، فرقه كوره بتنقل الكوره بشكل جميل جدا وبشكل كويس، لكن انت طريقتك انت اللي هتادي بيها هي اللي هتوقفه عند حد معين بحيث ان هو ما يعملش عليك الخطوره اللي انا بقول عليها، ودي النقطه المهمه جدا خلال ال 90 دقيقه اللي هتتلعب يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ازاي اقفل، ازاي اقابل، ازاي ابتدي اشتغل، ما افتحش طبعا مدرب كبير وهو عارف هو بيعمل ايه، لكن انا بتكلم من وجهه نظر التدريب او المدرب، ان انا لازم اقفل بشكل صريح جدا، اعتمد على الهجمات المرتده، اعتمد على المهاره اللي هتبقى موجوده عندي في الكونتر اتاك، كل الكلام ده هيبقى موجود خلال ال 90 دقيقه اللي جايه ان شاء الله. المباراه هتتلعب الساعه 3 العصر، وفريق سان تاونز من في المباريات الافريقيه على ملعبه في بريتوريا كل المباريات اتلعبت بالليل. فكرة اختيار التوقيت بالنهار والساعة 3 العصر ودرجة الحرارة هناك، يمكن طبعا حسب مراسلين هناك زميلنا كريم أحمد وكل الأخبار اللي جاية من هناك، يعني لا نفس الأجواء قريبة من الجو المصري شوية، بس المباراة بالنهار يعني هو طبعا مقصودة، يعني اكيد مقصوده، لان هو عارف ان النادي الاهلي دايما بيلعب ماتشات بالليل، والدوري بتاعه والماتشات الافريقيه كلها بيلعبها بالليل، فبالتالي هو خد النادي الاهلي لحته، لكن زي ما حضرتك قلت ان الجو في جنوب افريقيا قريب مننا، والجو العام هناك في جنوب افريقيا والملاعب هتساعد النادي الاهلي انه يؤدي بشكل كويس، برضه مش هيتاثر بالاجواء اللي موجوده هناك، لان هم ناس هناك مؤدبين، يعني مش هيبقى فيه ضغط شديد، حضاري بيشجع حضاري بشكل حضاري بالظبط كده. والملعب كمان ملعب اوروبي، ملعب اوروبي، يعني معروف ان الاستادات اللي موجوده في جنوب افريقيا حاجه طراز عالي جدا، اوروبي فعلا، فبالتالي التاثير السلبي هيبقى ضعيف على النادي الاهلي، يعني هو هتبقى في صالحنا ان شاء الله، الملاعب، الاجواء، الاحترام، عدم الضغط، كل الكلام ده هيبقى في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. بس عملوا مشهد يعني قد يكون جديد، فكره انك عايز تدعو الجماهير لحضور هذه المباراه، ودايما فريق سان داونز عايز الملعب يكون ممتلئ ويكون كامل العدد، ان يدعو الجماهير للحضور، واللي هيرتدي تيشيرت النادي هيدخل مجانا، وطبعا هو هي كجزء تسويقي ان هو فرصه للجمهور ان هو بدل ما يشتري التذكره خلاه يشتري التيشيرت، هو ما خسرش كتير برضه يعني. وفي نفس الوقت لا، هو عايز الجمهور يملى الملعب. ليه بقى؟ لان هو حاسس بقيمه النادي الاهلي، وعارف ان الماتش بالنسبه له صعب جدا. تمام. وعارف ان فرقه النادي الاهلي دي فرقه بطولات، مش اي فرقه جايه له، فبالتالي هو بيشحن الجماهير وبيشحن الناس، والاعلام بيبتدي بيقف بشكل قوي علشان يبقى موجود، عشان هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف صعوبه الماتش مع النادي الاهلي. طيب التشكيله الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن احنا اتكلمنا عن سان داونز ووضحنا عدد من التفاصيل الفنيه في مساله مبارياته على ملعبه والاستحواذ، لكن تشكيله النادي الاهلي التشكيله الانسب لهذه المباراه خارج مصر، مع الوضع في الاعتبار ان للاسف يعني عدد مبارياتك الخارجيه في التوقيت الحالي ما حققتش فيها نتائج ايجابيه في هذه البطوله. لا، هو الامر لازم يبقى مختلف شويه، يعني ما لهاش مقارنه يعني. لا يعني تمام. يعني اول حاجه انه هو يعني يثبت التشكيل اللي لعب بيه اخر حاجه مش ماتش الاتحاد، اللي هو ماتش الزمالك مع تغيير طفيف، بمعنى ان انت دلوقتي اتاكدت من واحد زي رامي ربيعه، اتاكدت منه هيفرق كتير جدا معانا، وخد ال 90 دقيقه في ماتش الاتحاد وقدر يبقى هياثر، هيبقى دوره مهم جدا، هيبقى لازم رامي يبقى موجود. برضه انا شايف ان ياسر ابراهيم برضه يفوق شويه المجموعه، او ممكن يلعب بايمن اشرف، ده على حسب، لكن رامي ربيعه مهم جدا يعني في حته القلب، رامي ربيعه الرقم واحد يبقى موجود. تمام. محمد هاني مع علي معلول لا خلاف عليهم،
لازم يغير برضه حته نص الملعب، لازم يبقى فيه موجود ثلاثه في نص الملعب. ثلاثه في نص الملعب. يعني ممكن يبدا بثلاثه اللي هو السوليه، وممكن حسام عاشور، ومعاهم ممكن يبقى ناصر ماهر. بس يبقى ناصر ماهر ما يلعبش الدور اللي هو تحت راس الحربه، يعني ثلاثة هو اللي بيتقدم شويه ناصر، لكن بيبقوا شبه ثابتين هم الثلاثة اللي بيكمل فيهم هو الثلاثة، يكونوا بوكس تو بوكس بالظبط كده، نص الملعب قافلين نص الملعب. تمام. وهنلعب باثنين وتحت راس الحرب، بمعنى ممكن اجايه مع رمضان صبحي ويبقى موجود قدام مروان ولا ازارو؟ ازارو، وليد ازارو. انا شايف ان ازارو برضه عايز تستغل جزء المساحات بالظبط. انت الملعب هناك كبير، وملعب هناك مساحات تبقى كبيره قوي، انت محتاج سرعات. فانا شايف ان ازارو يفوق مروان محسن في حته السرعات، مع وجود الخبرات الافريقيه برضو ازارو بيفرق كتير جدا في الحته دي. مع استعداده، لان هو برضو ابتدى يجهز بشكل كويس، فهيفرق كتير جدا الاثنين مع وجود ازارو واختلاف الطريقه بس. اكيد. طيب، دي كانت وجهه نظر الكابتن حماده مرزوق في تشكيل فريق النادي الاهلي في مباراه سان داونز، لكن راي الجمهور برضو كيف هو التشكيل المتوقع، او وجهه نظر الجمهور في التشكيله المتوقعه اللي ممكن يبدا بيها مارتي لاسارتي مباراه سان داونز والاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم. طبعا الشناوي ما فيش خلاف عليه، هيبقى ورا ايمن اشرف طبعا، ومعاه احتمال كبير يبقى سعد سمير، هيبقى على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، في الوسط طبعا السوليه وكريم نيدفيد، الرباعي بقى اللي هو هيبقى معاهم جوه قدام هيبقى معندي رمضان، جوني راجيه، مروان، ناصر ماهر طبعا. ودي القوه الضربه بتاعتنا يعني، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان احنا نسجل على الاقل هدف، على اساس لو دخل مرمانا لا قدر الله هدف يبقى الهدف ده بيحمينا شويه لحد ما، وان شاء الله اتوقع ان احنا نسجل المره دي يعني ان شاء الله. هيلعب بالتشكيل اللي هو قبل الماتش اللي هو بتاع الاتحاد، يعني هو مش هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب فيه في الدوري في ماتش الاتحاد، هو يلعب ممكن يلعب بالتشكيل اللي لعب فيه في ماتش الزمالك. التشكيل كله يعني فاهم بعضه وعارف يلعب مع بعضه، ومش هيعمل فيه يعني تعديلات كتير. التشكيل ان شاء الله بالنسبه لحراسه المرمى هيبقى محمد الشناوي، اتمنى احمد فتحي وعلي معلول ورامي ربيعه وايمن اشرف او ياسر ابراهيم وايمن اشرف، خط الوسط السوليه وكريم نيدفيد، الرباعي الامامي يبقى ان شاء الله رمضان صبحي وجونيور اجاييه وناصر ماهر، واتمنى مروان محسن يعني ان شاء الله. اعتقد الشناوي هيبقى حارس مرمى، محمد هاني باك يمين، في الدفاع يبقى سعد سمير، واعتقد يعني اعتقد الباك الشمال هيبقى علي معلول، واعتقد ممكن يلعب جنب سعد، ممكن يلعب ايمن اشرف، او ممكن يلعب اعتقد هو ايمن اشرف هيلعب مع سعد سمير. في خط الوسط ممكن يلعب بالسلاية طبعا، ونحتاج طبعا العنصر الخبره زي حسام عاشور طبعا في وسط الملعب، لان طبعا الماتش خارج ارضنا، فاعتقد ان حسام عاشور ممكن يلعب في وسط الملعب برضو. وفي الهجوم بقى اعتقد كده رمضان صبحي على الطرف الشمال، او على حسب ما المدير الفني طبعا ما هو شايف، اعتقد رمضان صبحي هيلعب هو وحسين حسين الشحات، وممكن برضو في خط الهجوم مروان محسن ممكن يلعب طبعا بشكل هو الفتره اللي فاتت طب بيشارك كتير وكده، وطبعا طبعا اكيد طبعا صانع الالعاب ممكن يبقى ناصر ماهر بشكل كبير جدا، لان هو الفتره الاخيره مستواه كويس جدا وثابت وجوده مع الفريق. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، واحد المشجعين او احد الجمهور اللي سجل في هذا التقرير قال نفس الرؤية الفنية للكابتن حمادة مرزوق في مسألة ان التشكيل لو لعب بيه لاسارتي يفضل ان ما يكونش نفس التشكيل مباراة الاتحاد، والاقرب ان يكون التشكيل اللي لعب بيه مباراة الزمالك. كابتن حمادة دي حقيقة فعلا، هو قال نفس الكلام وهو ده الكلام الصح. انا بس في نقطة، انا قلت الناس في نص الملعب يبقى موجود كريم نيدفيد مكان حسام عاشور، انا بس قلت حسام عاشور، يعني نبدا بحسام عاشور وعمر نبدا بكريم نيدفيد كريم وعمر السوليه ومعاهم ناصر ماهر. ده الانسب يعني. برضه هيبقى فيه استغلال على فكره لصالح جمعه، يعني في وقت من الاوقات صالح جمعه غير مقيد افريقيا،
للاسف يفرق كتير جدا. انا نسيت انا بس طبعا يفرق كتير جدا معنا. يعني كان يعني شايف ان دخل بقوه فكان ممكن يفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. لكن طبعا وجود لعيبه موجوده في نفس المستوى هيأثر كتير جدا ان شاء الله باذن الله بشكل ايجابي يعني لينا. تمام. برضه انا عايز انوه في هذه اللحظات واحنا على الهواء مباشره، مباراه السوبر الافريقي لكره اليد بين الاهلي والزمالك ما زالت مستمره، ويمكن الفريقين في هذه اللحظات متعادلين 29-29. مباراه حاميه الوطيس، مباراه صعبه جدا. يمكن الاهلي في البدايه كان متقدم بفارق جيد، لكن نعرف كلنا ان مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك مباراه صعبه جدا. المباراه على فكره بتتلعب في مدينه وجده في المغرب قبل انطلاق مباريات كاس الكؤوس الافريقيه. دخلنا في الاكسترا تايم الاول، واذا انتهى بالتعادل هيكون في اكسترا تايم تاني في مباراه السوبر. مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وباذن الله هنكون معاكم لحظه بلحظه بمجرد انتهاء هذه المباراه والنتيجه ان شاء الله نعلنها لكل مشاهدي قناه الاهلي. طيب كابتن حماده، في جزئيه التشكيله الاساسيه، فكره انك ممكن في بعض المباريات الافريقيه خارج مصر لعبت بثلاثه في نص الملعب، لكن في مباراه اخرى بعدها خارج مصر مباراه فيتا لعبت باثنين ديفندر بس وحطيت كثافه هجوميه اكتر في الجزء الامامي. هذه المباراه انت ممكن تختلف فيها الرؤيه الفنيه حسب المنافس اللي هتلعبه، ولا ممكن تختلف الرؤيه الفنيه انك تدفع بجزء دفاعي اكتر في وسط الملعب؟ لان انا شايف ان كريم نيدفيد وناصر ماهر ممكن ادائهم هجومي اكتر منه دفاعي. لا، انا شايف ان كريم نيدفيد بيقدر يعمل الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه على اكمل وجه. وهو ولد صغير وعنده لياقه عاليه جدا، مع عمرو السوليه ممكن يقفل بشكل كويس قوي مع وجود ناصر ماهر ثالث معه. انا شايف ان هو هيفرق كتير جدا في ان هو يمتلك نص الملعب، زائد ان هو يبتدي زي ما قلنا ان عندهم قوه في نص الملعب فرقه سان داونز، فعشان كده لازم تقابلهم بنفس القوه ديت وكثافه عدديه في نص الملعب، بحيث ان هو ما عملكش اي خطوره في الثلث الاخير بتاعنا. فبالتالي وجود الثلاثه دول هيفرق كتير جدا مع وجود الاثنين اللي موجودين تحت رؤوس الحربه. ده برضه هيعتمد عليهم في حته الكرات المرتده او الهجمات المرتده، هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. زي ما قلت لك التقفيل هيفرق كتير، تقفيل الفرقه ووجودها وحته الرقابه هتفرق برضه كتير. وجود رامي ربيعه هيفرق برضه بشكل كبير جدا، انا شايف ان هو ادى مباراه الاتحاد، ويمكن هو لعب رامي ربيعه بالذات عشان يبدا بيه ماتش سان داونز. ده انا شايف كده. ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم يا كابتن حماده، انا شايف ان الحته دي اتقفلت بشكل كويس. يعني الماتش الاتحاد يمكن احنا ما شفناش اي خطوره على النادي الاهلي، يمكن قبل كده بنشوف الخطوره دايما بتبقى موجوده في القلب عند النادي الاهلي لما في عدم وجود الاثنين دول. لكن انا شايف ان في تفاهم كبير جدا، وخصوصا هما الاثنين جهزوا بماتش الاتحاد، هما جهزوا لماتش سان داونز ان شاء الله. يعني البعض قد يعتقد ان مباراه زي دي خارج مصر وفي الاجواء الافريقيه وجنوب افريقيا ورامي ربيعه لسه بيرجع شويه ممكن قد يبدا بسعد وياسر او ايمن اشرف اساسي في هذه المساله. شايف ميزه ان يكون عندك اكتر من لاعب في المركز ده، ولا انت بتميل اكتر لثبات التشكيل في الجزئيه دي؟ لا، ده ثبات التشكيل مهم جدا جدا بالنسبه لي، وخصوصا في المكان ده. طب انا شفت الاثنين متفاهمين جدا، شايف ان هم في تغطيه كويسه، شايف ان الحته دي اتقفلت بشكل كويس، فانا العب بيهم طالما هم جاهزين ولعبوا 90 دقيقه. انا كان يهمني جدا ان رامي ربيعه يلعب 90 دقيقه، وانا يعني انا برجح ان ممكن يكون لعب فعلا رام ربيعه 90 دقيقه علشان يبدا بيه ماتش سان داون. ده رؤيتي. ممكن يغير ياسر ابراهيم، ممكن يبقى في ايمن اشرف او سعد سمير، لكن انا شايف ان رامي ربيعه هيبقى هو اللي موجود في حته القلب دي رقم واحد. لو انت مكان لصارتي، ايه ابرز حاجه تقولها للعيبه قبل ما تنزل الملعب؟ هو يعني اهم حاجه ان النادي الاهلي دايما بيتميز بيبقى عنده بتكتسب خبرات عاليه جدا، وخصوصا في الماتشات الافريقيه. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم انا كمدرب مفترض ان انا اهم حاجه ان ما يجيش فيها جول. دي اهم حاجه خلال ال 90 دقيقه احاول قدر الامكان ان ما يجيش فيها اي هدف. أيوة. فلازم ااكد الحته دي بشكل كويس قوي. اهتم بالناحيه الدفاعيه مع وجود الرقابه، اهتم جدا بكرات الثابته اللي احنا بنعاني منها شويه، الكرات الثابته اللي بتيجي من الجناب برضو بتفرق كتير جدا معانا، لازم ناكد عليها لان برضو الخطوره بتبقى موجوده. حته الضغط العالي جدا اللي هو لاسارتي فعلا زرع في لعيبه النادي الاهلي الاداء بقوه وبضغط شديد جدا على الخصم،
وده برضو ادى شكل كويس للنادي الاهلي كناحيه دفاعيه، فبالتالي هياكد على الحته ديت، وخصوصا لعيبه السان داونز لعيبه كوره عاليين جدا، مفترض ان هو لازم تضغط عليهم بشكل كبير جدا علشان ما تديلهمش مساحه. اي لعيب مهاري بياخد المساحه بيقدر يتصرف في الكوره بشكل كويس. موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز كان ليه تصريح مهم جدا النهارده. على التصريح ده في ناس كتيره فرحت بيه لانه اتكلم عن النادي الاهلي بقيمه كبيره جدا، لكن على فكره هو من 3 سنين قال نفس الكلام في الزمالك. فهل تقدر تقول ده تصريح سياسي ان هو بيحاول يهدي شويه من المنافس، ولا شايفه ازاي؟ لان هو طلع قال لك النادي الاهلي، هو بالفعل طبعا النادي الاهلي فريق كبير ونادي القرن واكبر فريق في افريقيا وقيمه كبيره لما بنلعب النادي الاهلي في هذه المناسبه، لكن مثل هذه التصريحات من المدير الفني للفريق المنافس شايفها ازاي؟ لا هو مدرب ذكي جدا، ذكاء جدا، وبيقدر يتعامل مع الاجواء وبيقدر يتعامل مع الماتشات الثقيله، وطبعا عايز يضحك علينا يعني، وعايز يضحك على النادي الاهلي. هو احنا عارفين قيمه الاهلي وقيمه النادي الاهلي موجوده كبيرة. بالظبط قيمته موجوده بالظبط، لكن مش انت اللي هتيجي تقول كده ويعني وتنيم الناس بشكل يعني ان احنا نروح عارفين ان احنا قيمه كبيره وهنشتغل ان احنا قيمه كبيره. لا احنا بنحترم الخصم، النادي الاهلي بيحترم الخصم كويس قوي، وهو مدرب فعلا مدرب كويس، ومدرب بيقدر يتعامل سواء فنيا او اعلاميا مع الماتشات اللي هي المهمه قوي بالنسبه له. فبالتالي هو التصريح ده فيه ذكاء وفيه سياسه، ان هو يعني بيخلي النادي الاهلي جاي ومريح بشكل كبير قوي ومطمن وبيديله اطمئنان ان احنا يعني قليلين قوي، ودي طبعا دايما متعودين التصريحات دي من المدربين اللي هم بتوع شمال افريقيا كمان. يعني بيبقى فيها ذكاء في التعامل. بس هو خد خبرات لانه راح المغرب وراح تونس وراح الجزائر جدا. فريق سان داونز من اكثر الفرق الافريقيه اللي عملت جوله شمال افريقيا. بالظبط، هو فعلا خد خبرات عاليه جدا وبيقدر يتعامل مع الفرق الكبيره، وتصريحاته بتبقى مهمه جدا لصالح فرقته. لصالح فرقته وضد الفرقه اللي هو هيلعبها، وخصوصا بنادي يعني بقيمه النادي الاهلي، وعايز يعني يديله ايحاء ان انت جاي مريح خالص واحنا فرقه قليله، لكن طبعا ده مش موجود. فرقه سان داونز فرقه قويه جدا، فرقه كويسه، بالتالي هيبقى ماتش كويس ان شاء الله باذن الله، يبقى الغلبه لينا باذن الله ان شاء الله يعني. تمام. فكره برضو ان الفريق عشان يحضر لمباراه الاهلي كان في منهم وفد موجود في برج العرب وفي القاهره خلال الايام القليله الماضيه، كانوا حريصين يحضروا مباراه الاهلي والزمالك، وحرصوا ايضا ان هم يحضروا مباراه الاتحاد والاهلي في استاد برج العرب. والفكره مش في الرؤيه الفنيه وحضور المباريات فقط، لا ده كمان مندوب بيحضر بيشوف الفنادي، بيشوف الملعب، بيشوف ارضيه الملعب، بيشوف الاجواء هناك في اسكندريه ازاي. حتى لما اتنقلت المباراه للسويس في اللحظات الاخيره، حتى هذه اللحظه المباراه ممكن تتلعب في استاد الجيش بالسويس، سافر السويس وبيحضر الجزء اللوجستي ده، بالنسبه له جزء مهم جدا، فبيدل على انك بتلاعب فريق هو افريقي بس فريق محترف على قدر كبير جدا، ان هو ازاي بيحضر لك سواء داخل الملعب او خارج الملعب. كنت لسه هقول لك من الفرق القليله جدا اللي بتقدر تحضر الكلام ده. الكلام ده هو بيحضره ايه؟ دايما فرق شمال افريقيا، قليل جدا لما فرق بتاعه افريقيه تقدر تعمل الكلام ده، تسافر وتحضر. ده دليل على ان هم عندهم امكانيات عاليه جدا، عندهم رؤيه عاليه جدا، عندهم فكر عالي جدا، ناس سابقين يعني، هم سابقين افريقيا بشكل كبير، فرقه بتشتغل باحترافيه كبيره جدا. فبالتالي هو بيتعامل خلاص نادي محترف، نادي عنده امكانيات عاليه جدا، بيقدر يوفر الاجواء المناسبه لفرقته بحيث ان هو يقدر يحقق نتائج طيبه. حجم الشرايط والمباريات اللي شافوها للنادي الاهلي حسب المعلومات اللي وردت ليا حوالي 10 مباريات. نسبة كبيرة ولا شايفها ازاي يا كابتن حماد؟ هي نسبة كبيرة، بس هي بتعكس اهتمامه بمقابلة النادي الاهلي. يعني يكون ان هو بيتفرج كتير قوي وجه بيتفرج على ماتشين سواء اهلي وزمالك او اهلي والاتحاد، كل الكلام ده بيدل على ان هو اولا قلقان من النادي الاهلي. ثانيا عارف قيمة النادي الاهلي. ثالثا هو عارف عايز يوفر الاجواء المناسبه قوي ويدرس الفرقه بشكل كبير قوي، واحنا دلوقتي شايفين ان وعارفين ان دايما الفرق خلاص يعني خلاص يعني كل الامور بتوصل، كل يعني كتاب مفتوح زي ما بيقولوا. هو عارف امكانيات النادي الاهلي وعارف لعيبته كويس قوي وهيقدر يتعامل معاها على حسب رؤيته هو، فبالتالي بيوفر كل الاجواء اللي تخليه ينجح في مهمته. طيب وانت معايا كابتن حماده، بالمناسبه في 4 مباريات هيقام ان شاء الله يوم السبت القادم في ذهاب دور الربع النهائي. هاخد توقعاتك او رؤيتك لهذه المباريات كده اجمالا واحنا في ختام هذه الحلقه. سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي، مباراه على ملعب سيمبا في مباريات الذهاب ان شاء الله يوم السبت الساعه 3 في نفس توقيت مباراه الاهلي وسان داونز. سيمبا ومازيمبي تعادل. تعادل مازيمبي قوي. تعادل سيمبا متهيألي ممكن ما تكسبش يعني على ارضه. على ارضه
لكن المباراه بعدها باسبوع في الكونغو هتبقى محسومه المازيمبي شويه، ولا يعني قد تحدث مفاجاه زي البطوله العام الماضي لما اول اغسطس الانغولي اقصى مازيمبي. بص احنا يعني دايما الكوره انت عارف فيها كتير، لكن احنا دايما بنتكلم في مستويات معينه على حسب الرؤيه. هي المستويات بتقول ايه؟ فرقه مازيمبي اقوى شويه، اقوى كتير، يعني الغلبه ليها، لكن كون ان يحصل اي ظروف خلال الماتشين ده حاجه بتبقى خارجه عن ارادتنا وعن رؤيتنا. لكن الواضح ان فرقه مازيمبي فرقه قويه جدا. يعني في نفس التوقيت مباراه سان داونز والاهلي في بريتوريا، توقعاتك لشكل هذه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله مش هنخسر، ان شاء الله باذن الله، يعني ممكن نتعادل، يعني ممكن يبقى في تعادل ان شاء الله. ايهما افضل، التعادل الايجابي ام التعادل السلبي؟ لا التعادل الايجابي طبعا احسن كتير. التعادل السلبي يعني هو اللي بيطمننا ان فرقه سان داونز سهل بتخسر بره، فيعني اي تعادل هيحصل ان شاء الله باذن الله على في جنوب افريقيا هيبقى نقطه مهمه جدا تحسب لينا ان شاء الله باذن الله. طيب نقدر نحسم يعني الماتش ان شاء الله. تمام سريعا، حوريه كوناكري الغيني والوداد المغربي، المباراه في غينيا. تعادل. النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري والترجي الرياضي التونسي، المباراه في الجزائر. ممكن النادي قسطنطينيه يقول يكسب. بالمناسبه هذه المباراه هيكون فيها حضور جماهيري وهيحكمها جهاد جريشه. الجزائر صعبين جدا على ارضهم، فممكن يبقى ليهم الغلبه. يعني تتوقع السيمي فاينل ثلاث فرق عربيه، ترجي الوداد الاهلي مع مازيمبي غالبا. اهلي ان شاء الله رقم واحد باذن الله. بعد كده نبتدي ندور بقى على، يعني هي محيره شويه، لكن ممكن يبقى الاقرب ممكن الترجي. الاقرب الترجي. تمام، كل التوفيق لك كابتن حماده. يمكن فقره كانت مهمه جدا، اتكلمنا في موضوعات كتير قوي، اتكلمنا في الدوري وفي الكاس وفي البطوله الافريقيه، وعملنا اطلاله كده سريعه على فريق سان داونز واستعداده ان شاء الله لمباراه النادي الاهلي والتشكيل المتوقع من وجهه نظرك لمباراه الاهلي. والله طبعا احنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. مهمه صعبه، لكن ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي بخبراته وباسمه الكبير يقدر يتخطى عقبه الدور ده عشان نقدر نوصل ونقدر نحقق بطوله افريقيا السنه دي. احنا بقى لنا تقريبا حوالي 5 سنين بعيد، 2013 او 6 سنين. 2013 كدوري الابطال احنا في دوري الابطال بالظبط، لكن اخر بطوله افريقيه دخلت دولاب بطولات الاهلي كانت الكونفدراليه عام 2014. يعني احنا يعني شويه، يعني النادي الاهلي دايما متعود على البطولات على طول، فاحنا يعني بشويه بنحن لبطوله افريقيا السنه دي. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويقدر يحصل على البطوله باذن الله ان شاء الله. تمام، شكرا لك كابتن حماده. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا، اتكلمنا فيها مع كابتن حماده مرزوق عن مباراه الاهلي وسان داونز والمباراه الهامه جدا ان شاء الله يوم السبت القادم. لكن في هذه اللحظات مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي ما زالت مستمره في الاكسترا تايم الثاني، والتعادل الفريقين 31-31. كل التوفيق لرجال يد النادي الاهلي للفوز بالسوبر الافريقي، ولما لا الذهاب الى كاس العالم للانديه باذن الله في السعوديه خلال الفتره القادمه. كل التوفيق للنادي الاهلي يا رب باذن الله في مباراه يوم السبت الساعه 3 في بريتوريا، وهو نفس توقيت المباراه باذن الله هنا في القاهره، والتوفيق في هذه المباراه والعوده بنتيجه ايجابيه قبل اسبوع بعد مباراه العوده ان شاء الله، ومن ثم التاهل والاستمرار في البطوله الافريقيه والفوز باللقب الغالي باذن الله. كل التوفيق للاهلي، وباذن الله ان شاء الله خلال الفتره القادمه نلتقي معاكم في حلقات اخرى من برنامج الاهلي الليلي.